يا كريمة بتتكلم ساكتة ليه؟ عايزني أقول إيه يا عبد الحكيم؟ أنت اللي طلبت تبقى معايا. إن جيت للحق كنت مستنياك أنت اللي تطلب. لو هتتكلمي في موضوع الميراث ليه؟ لا أنا جاي أقعد هنا. إيه؟ آه خلاص ماليش حاجة هناك، لا بيت ولا فلوس. وإن جيت للحق حاسة إن روح عبد الله بتعوم هنا في البيت، وأنا عايزة أبقى جنبه. إيه المطلوب؟ أنا عايزة آخر أيامي تبقى هنا وأدفن جنب عبد الله، وأنا مرات أخوك في الأول وفي الآخر، يعني بيته هو بيتي. أنا عايزة أقعد معاك يا عبد الحكيم، وما شاء الله البيت هنا كبير وأوض كتير يستعمل حبايب ألف، وأنا مش عايزة إلا أوضة أقعد فيها وأتونس بيكوا وبحسكوا معايا. طب والبنات؟ والله اللي عايزة تيجي أهلا وسهلا، اللي عايزة تخليها هناك هي حرة. كلام إهدى يا كريمة، عايزة البنات يقعدوا في مصر لوحدهم؟ والله اللي هتؤمر بيه كبير يمشي صيف على رقبتنا كلنا. ده الرضا ده كله عايز الحق؟ أنا فكرت، هو أنا يعني عايزة إيه من الدنيا غير إن بناتي تعيش عيشة كريمة ومستريحين؟ على الأقل أضمن لما يجوا هنا هيتجوزوا جوازة كويسة. وأنا ما عنديش مانع يا كريمة. كنت متأكدة من طيبة قلبك.